ومن أهم الاستعدادات اللي كانت حاصلة للمنتدى هو تهيئة شوارع ومدينة شرم الشيخ لاستضافة هذا المنتدى. محافظ جنوب سيناء طبعا سيادة اللواء خالد فودة كان لي هذا اللقاء المميز مع الزميلة العزيزة ريهام الديب. هنتابع هذا اللقاء مع سيادة اللواء ونعود مرة تانية لاستكمال البرنامج. السلام، الإبداع، التنمية، هذه هي المحاور الرئيسية الخاصة بمنتدى شباب العالم، والذي دائما ما تنعقد كل جلساته حول هذه المحاور المهمة. وأيضا في النسخة الرابعة هناك الكثير من الملفات الأخرى التي تدور حولها جلسات هذه النسخة التي تتسم بخصوصية، وذلك نظرا للتحدي الأكبر والواقع الجديد الذي يعيشه كل العالم في ظل جائحة كورونا وما بعد جائحة كورونا. بالتأكيد مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، أرض السحر والجمال، دائما ما تتزين أثناء انعقاد المنتدى، وأيضا في غير أوقات المنتدى ووقت انعقاده دائما ما تتزين بأبرز ما بها من معالم جميلة ومن طبيعة ساحرة. وخير من يحدثنا عن أبرز الاستعدادات الخاصة بمنتدى شباب العالم، وأيضا الفترة المهمة الخاصة بسقوط الأمطار وكيفية استعداد المحافظة استيعاب سقوط الأمطار، خير من يحدثنا محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة. أهلا بسيادتك يا فندم. سهلا، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا احنا نتكلم بداية عن منتدى شباب العالم. دايما احنا بنلاقي انه الحقيقة شرم الشيخ فعلا بتبقى متزينة باستعدادات وبإضاءة، والحقيقة في كل مكان بيكون في استعدادات خاصة جدا لهذا المنتدى ومشرفة بشكل كبير جدا بالنسبة للضيوف اللي بيجوا طبعا لمدينة شرم الشيخ. ازاي ده بيتم يا فندم وقبلها بقد ايه؟ في الحقيقة طبعا لازم حضرتك تبقى عارفة ان شرم الشيخ ما ينفعش ما تبقاش جاهزة، وما ينفعش ما تبقاش جاهزة على طول. ليه؟ مدينة بيجيها يعني بيرتدها سائحين من جميع دول العالم، مدينة ليها شهرة عالمية، لها معشوقين في الخارج كتير يحبوا شرم الشيخ. ما ينفعش ان شرم الشيخ، وده الكلام ده انا بنقله للمرؤوسين، بنقله للناس اللي بيشتغلوا معايا، بنقله لرئيس المدينة، ما ينفعش حضرتك المدينة تبقى في يوم من الايام فيها بقعة مية ولا فيها ورقة في الشارع. لا، فإحنا باستمرار محافظين على جمال ورونق المدينة. أنا عامل عقود صيانة للزرع اللي انت شايفاه ده بره، وبعدين عامل عقود كمان على مناطق مساحات تانية بزرعها، يعني أنا بمتد في الجرين المساحات الخضراء. بيجي بقى إن إحنا مثلا عندنا مؤتمر زي مؤتمر مكافحة الفساد الشهر اللي فات، ما كنا جاهزين، بعد 3 أسابيع بالظبط كان مؤتمر المنتدى الشباب، بنلمع بقى، بنلمع اكتر، بنزود مساحات خضراء اكتر، بندي اهتمام اكتر شويه، لان انا عارف ان انا عندي 3000 يعني فرد هنا موجودين، وبعدين عارف ان هذا المؤتمر اديك شايفه العالم كله بيتابعه. وبعدين لذلك انا بقول لو بيطلب مني اي مؤتمر انا في خلال 2 3 أيام ببقى جاهز. الاستعدادات ازاي يا فندم علشان الامطار او السيول؟ عندنا معداتنا، عندنا اجهزتنا، عندنا قطاعاتنا، مقسمين المدينة لقطاعات، عندنا قيادات واعية وكلهم رجال أقوياء وأشداء، يعني كلهم سكرتير العام، سكرتير العام المساعد، رئيس المدينة ربنا يشفيه من عنده كورونا للأسف ما حضرش معانا لا الحدث ده ولا التطوير. طب شوف انت بقى الكل، انت شايف ده ما عندناش رئيس مدينة، مش شغالين برئيس مدينة، انما لا، في كوادر، في ناس متعلمة، في ناس متدربة، هم اللي عملوا الشغل ده من غير رئيس المدينة. رئيس المدينة بقى له 2 أسبوع ربنا يشفيه عنده كورونا في الحقيقة يعني، إنما المدينة زي ما انت شايفة ده نقص منها حاجة؟ لا، لم ينقص. ليه بقى؟ سكرتير عام سد مكانه، سكرتير عام مساعد دخل وقف في الشارع، وقف على المطر، نائب رئيس المدينة موجود، سكرتير عام المدينة موجود، كل رؤساء القطاعات، كل عمال النظافة موجودين. نزلنا مع مين بقى؟ مع الشرطة بصراحة، المرور، مع الحماية المدنية ليهم دور كبير قوي، ساعدوا معانا، كل الجهات، كل القطاعات الخاصة، الهيئة الهندسية بتشتغل عندنا في مدينة الرئاسات، اديتنا معدات من عندها، نزلنا استخدمناها، فتحنا حاجات كتيرة. المدينة كلها الحقيقة يعني فيها بريق وكل حاجة جديدة، وكل حاجة الحقيقة يعني تم تطويرها وده واضح، زي طبعا المساحات الخضراء زي ما حضرتك ذكرت. وبنزود وهنزود وهنزود في المناخ، ما كلمتش عن المناخ، بلاش دلوقتي، بس المناخ ده ليه استعدادات خاصة خالص، بعد ما انتهى المنتدى هنشتغل تاني خالص، هنعمل حاجات تانية خالص هتبهر اللي جايين، ودي تكليف من الرئيس، الرئيس بنفسه، والسيد رئيس الوزراء بيتابع معايا،
وزارة البيئة، وزارة التنمية المحلية، وزير التخطيط، وزير المالية. التعاون والتنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص اللي طبعا ليه دور كبير جدا، منظمات المجتمع المدني. بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وكل التوفيق دايما لحضرتك في كل ما يتم من عمل دائم ومستمر ومتواصل في مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا يا مدام ريهام. شكرا لحضرتك. ومنتدى شباب العالم بيواصل جلساته، وطبعا في النسخة الرابعة، وستستمر دائما مدينة شرم الشيخ هي مدينة السلام، وبينعقد فيها هذا المنتدى الذي يرسل رسالة سلام دائم إلى كل العالم.